الالمان في نصف النهائي وما كيجيو يقلبوا علينا يسولونا. شوفوا واحد الفارق بسيط عشناه واحد التغيير هما كيجيو يقول لك هذا الفريق اللي كنا كنسولهم حنا شي جزيئات على مونتيري واش غيدخل رونالدينيو. فصحفي كيقول لك في الليله ديال الماتش مونتيري غيفوز بخمسه شنا مونتيري الجمهور كيقول ب 10 فهذه غير بمجرد على ان غوارديولا حفظ الرجاء دفعت علينا غوارديولا حفظ اسماء اللاعبين هذا دليل على انه اهتم بفريق الرجاء البيضاوي نعم اعطاه قيمه فغوارديولا قال بالحرف ان لما تسجل الهدف الثاني ديال فريق الرجاء خرجت انا والفريق من الملعب وشفت الجمهور المغربي والشعب وقال لك انا غدا كنلعب مع فريق وشعب رجاوي وشعب مغربي وبالتالي الماتش كبير. هذا بيب غوارديولا اللي كنعرفوا ان انت كتعرف اكثر من اي واحد ان في كورتو الا كانت الكره ديالك راه ديالو والا كانت الكره ديالو ما غتاخذهاش. بالفعل هذا غوارديولا. الله والولي يقين سبقانا ارجع شوف يلا اسمع يلا اللي رجاوي يقول معنا اوهي واللي ما بوجه ماشي رجاوي اوهي